مرة تلو الأخرى يشاهد الطفل محمد بعلوشة مقطع الفيديو الذي وثق لحظة سقوط آلة الألعاب في مدينة الملاهي سكايلاند شمال رام الله محمد الذي يرقد على سرير العلاج في المشفى وبصوت مرتجف يروي لوطن التفاصيل الأولى للحادثة التي نجا منها بإحجوبة فلتت فينا وانقطع الحبال وبدت تنزل حديد وقعت فينا أنا خبطت في راس الحديدة وقعت من الكرسي نزلت على الأرض أغمي علي ما من بعديها وإلى جانب محمد وفي الغرفة المقابلة له يجلس الطفلان عبيدة ومحمد على أسرة العلاج وملامح الصدمة على وجوههم فهم وبعد هذه الحادثة متخوفون من تكرار تجربة زيارة الملاهي مستقبلاً أنا مش راح أفكر مرة ثانية إني أروح على أي ملاهي، إني ولا راح أفكر ألعب أي لعبة من هاي الألعاب بالمرة، إني بخاف يصير معي إشي إنه يكون مؤثر أكثر من اللي صار معي الحديثة المأساوية التي وقعت مؤخرا في مدينة ملاهي سكاي لاند وأصيب خلالها العشرات من الأطفال، دفعت بالأهالي للمطالبة بإجراءات رقابية صارمة على مراكز الترفيه. ومؤكدين أنهم سيلاحقون إدارة الملاهي قضائيا لرد الضرر ضروري جدا هاي المتنفس تكون موجودة ولكن كمان إجراءات السلام العامة هي يجب أنها تتوفر يعني حتى الإسعاف ما كان في إسعاف مباشرة بنتي في سيارة الشرطة نقلت ابني ما بعرف أنا حطيته على البورد ما, ما بعرف كيف طلع بالإسعاف أو غيره وانا طلعت بسيارتي وراهم مسعفين ما يعني مش موجود نهائي بمدينه الملاهي مسعفين ميدانيين يعني يكونوا موجودين قدموا مثلا اسعاف اولي ما حد كان موجود مصرين انه انه نمشي بالقضاء حسب القانون وحسب العرف لانه الصحيح هذا الشيء بنعتبر انه بيأدب وبعتبر انه كل انسان بيلتزم بمسؤوليته يعني مش من باب انه لا سمح الله مؤاذه لا من باب انه يصير للناس اللي, اللي لاحقه تصير امور ترتيبيه وتصير امور تفادي لهي الامور فاحنا مصممين انه نمشي باعلى مستويات في من القانون والقضاء والعشائريه وعقب الحادثة أعلنت محافظة رام الله والبيرة وبالتنسيق مع النيابة العامة إغلاق اللعبة ومحيطها وتشكيل لجنه فنيه للوقوف على اسباب الحادثه احنا كمحافظه من اللحظه الاولى بالتواصل مع النيابه وطبعا النيابه في محافظه رام الله الاستاذ علاء التميمي وكان هناك اجراءات طبعا من البدايه وكانت بالتشاور مع الاستاذ علاء هل اغلاق الملاهي ام اغلاق اللعبه؟ قانونيا الاستاذ علاء اقر اغلاق اللعبه نفسها للوقوف على الحدث وليش؟ لأنه الملاهي مرخصة هناك فحوصات دورية من كل جهات الإختصاص هذه اللعبة بالذات كانت مفحوصة حسب طبعاً أصحاب الإختصاص مش أنا اللي بحكي والأهم من ذلك والتقرير الأول اللي أكيد حكوا لك عنه أن إجراءات السلامة العامة فيها اشتغلت وطن توجهت بسؤال مباشر للمحافظة حول ما إذا كانت مدينة الملاهي مدعومة من جهات متنفذة في السلطة منعت إغلاق الملاهي بشكل كامل، بعد الحادثه وهو امر نفته المحافظه البعض الاخر بيحكي انه كمان انه يبدو انه اصحاب الملاهي مدعومين من جهات متنفذه في السلطه وبالتالي ما عم بنشوف اجراءات رادعه فيها تساؤلك أنا بعرف أنه بلسان حال البعض في الشارع وأنا شخصيا أمام الكل الفلسطيني بقول كمحافظ رام الله والبيرة أنا داعم آه لأي مشروع وطني مش لهاي الملاهي داعم لملاهي سكايلاند وداعم لمخماس فلاند وداعم لكل بسطة بتنفتح في البلد ولن نقبل أن يكون حدا محمي على حساب حدا صاحب الملاهي محمي كمشروع وطني فاتح بيوت آه بشغل ناس بس مش على حساب سلامة المواطن الثانيين، وكن على ثقة إذا كانت هذه الملاهي حتى لو شكلها يعني فاتحة 600 بيت مش أكم من بيت أو ألف بيت، إذا كانت بتشكل خطر على حياة المواطنين 1% ستغلق. وحاول تلفزيون وطن أخذ رد من إدارة ملاهي سكاي لكنها رفضت الإدلاء بأي تصريح أمام الكاميرا قبل صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق الخاصة بالحادثة. وفي الوقت الذي اشعلت الحادثه مواقع التواصل الاجتماعي وباتت حديث الشارع فان الدفاع المدني ومؤسسه المواصفات والمقاييس اكدتا ان ملف ترخيص واجراءات السلامه في المدينه وضع على طاوله لجنه التحقيق وخلال ايام قليله سيصدر التقرير النهائي حول الحادثه وكافه الاجراءات المتبعه في مدينه الترفيه لازم ناخذ اجراءات لانه لازم نعرف شو الخلل ولازم نعدل الخلل واذا في اضافه ثانيه تنضاف لازم نضيفها وبعد هيك بنشغل اللعب. بقيه الالعاب خفيفه وما في منها خطوره، في العاب ضخمه وقفناها ويمكن تشاهد الكاميرا بعض الالعاب الخفيفه اللي بتخوفش وحوادثها بسيطه ما وقفناها وبعدين المشكله انه احنا يعني فاحصين كل الالعاب من مده قصيره ومعطينا يعني الخلل اللي صار مش شرط يكون في لعبه ثانيه في ملف فني متكامل في متخصصين راح يعني يتحققوا من هاي القضايا كلها لانه الالعاب عاده بيكون في لها جزئين جزء له علاقه بالهيكل للعبة وجزء له علاقه بنظام التحكم ونظام الامان والسلامه بهاي اللعبه وبالتالي التقييم النهائي راح يكون لهي اللجان الفنيه وان شاء الله يعني راح يكون قريب جداً. والى حين صدور التقرير النهائي للوقوف على اسباب الحادثه فان الكثير من المواطنين يتخوفون من وقوع كارثه اكبر في مثل هذه الملاهي. بخاصه وان خلال فتره زمنيه قصيره وقعت اكثر من حادثه. فهل تتخذ الجهات الرسميه اجراءات صارمه تمنع الكارثه القادمه قبل وقوعها؟ لتلفزيون وطن، فارس الملكي